أكد خبراء قانونيون وحقوقيون أن القانون الموحد الأسرة الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق معادلة المواطنة وفق الأطر الشرعية لكافة الأطياف التي تعيش على أرض مملكة البحرين. القانون يمثل منجزا مهما وأساسيا من منجزات المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى، كما يعد أيضا دليلا على حالة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سرعة إنجازه والتوافق عليه، حيث سوف يكون للقانون أثر على الاستقرار الأسري وسيكون ملائما للحالة البحرينية وقادرا على معالجة المعضلات الشرعية باعتباره من أهم القوانين التي تنظم العلاقات والحقوق الأسرية ويدعم استقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بكافة أطيافها، ويكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرحمن أبو مجيد عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، بداية هل كان تحدثنا عن آلية عمل اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة؟ مساكم الله بالخير ومسي على الجميع. المادة 33 من الدستور تنص على الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها ذات مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. المادة 5 من الدستور تنص على الأسرة أساس المجتمع، نعم، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي. لذا جاء الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الشرعية المكونة من قضاة شرعيين ورجال دين مشهود لهم بالعلم والسيرة الحسنة من المذهبين السن والجعرفري لدراسة مقترح قانون الأسرة. وقد قامت اللجنة مشكورة بدراسة المقترح القانون دراسة وافية ومقارنته بالقوانين المعمول بها ومدى تطابقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقدمت تقريرها حقيقة في وقت قياسي لإحساسها بأهمية المقترح الذي يعد مكسب كبير للأسرة البحرينية، خصوصا بعد تطبيق قانون الأسرة بالشق الأول وما لمسه الجميع من نجاح وتسهيل في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية. ليس فقط هذا، ولكن في مادة واضحة وصريحة بضمان عدم التعديل على القانون إلا من خلال لجنة شرعية يأمر جلالة الملك حفظ الله ورعاه بتشكيلها، وأن يكون هذا القانون هو المرجع للأسرة. عندما تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب، طبعا وجه معالي الرئيس أحمد بن إبراهيم الملا إلى دراسة المشروع بصفة الاستعجال على أن يصدر في أسرع وقت ممكن، وهذا ما حدث من خلال يعني اجتماعات اللجنة التشريعية وتعاون حقيقة وزير العدل والشؤون الإسلامية مشكورا. كانت الاجتماعات يوميا اجتماعات متتالية، وكان هناك تنسيق مع اللجنة الشرعية إلى أن تم التوصل إلى توافقات يعني كبيرة وإجماع على المشروع في اللجنة، وهذا يؤكد يعني التنسيق والتعاون خاصة في هذا المشروع بقانون المهم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وما حدث حقيقة يوم الخميس يوم أمس في مجلس النواب من ترحيب وإجماع في التصويت يعني قد نراه في المشاريع الأخرى، نعم، يؤكد أن هذا ليس إجماع على القانون فقط، ولكن إجماع على الوحدة الوطنية ودحر الطائفية. يمكن صدور القانون في هذا الوقت يعني يكون متزامن مع تدشين محكمة الأسرة، متوقع أن تنطلق خلال شهر سبتمبر القادم. قانون الأسرة يعني قانون مهم جدا، راح يخدم أسر، يحافظ على كيان الأسرة البحرينية، يسهل آلية التقاضي أمام القضاء الشرعي، جاء وفقا للشريعة الإسلامية. هناك ارتياح كبير في الشارع البحريني، كان من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، دور كبير قام به المجلس الأعلى
للمرأة. وأنا أحب أهنئ صاحبة السمو الملكة الأميرة شبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الداعم الأكبر للأسرة البحرينية وللمرأة البحرينية على جهودهم حقيقة في تذليل كافة الصعوبات لصدور هذا القانون. هذا القانون. نعم سعادة النائب عبد الرحمن بوبجير عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أشاد السادة النواب بتوجيهات جلالة الملك المفدى بتأسيس اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة التي ضمت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريمتين للوقوف على صياغة مواد هذا المشروع، والذي تعد الموافقة عليه بالإجماع مكسبا كبيرا لمملكة البحرين ولوحدتها واستقرارها. تحية إجلال وأكبر لسيدي صاحب الجلالة حامد دين الوطن على أمره الملكي السامي وتشكيله للجنة الشرعية التي نظرت في مشروع القانون. أما في القانون بأن هذا القانون يضع ضمانة كافية للمذهبين، المذهب السني والمذهب الجعفري، المذهبين الكريمين، ويضع مرجعية لتطبيق أحكام الأسرة. وأعتقد بأن هذا القانون هو ليس فقط يعني قانون ننظر له كتشريع عادي، ولكن هذا نقلة كبيرة تؤكد متانة نظامنا التشريعي ونظامنا القضائي. هذا القانون الذي كنا ننتظره منذ سنين عديدة لما له من أهمية للمرأة، واقعا جلالة الملك عندما جاء بمشروعه الإصلاحي حفظه الله ورعاه تم تطبيق حقوق المرأة في الميثاق العمل الوطني وفي الدستور. كنا فقط ننتظر هذا القانون حتى نخرج بما نص عليه الميثاق وما نص عليه الدستور. المرأة في الشق الجعفري كانت متضررة في المحاكم، لا يخفى على أحد بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية لأي مجتمع. صلاح الأسرة فيه صلاح للمجتمع، وفساد الأسرة فيه فساد للمجتمع. وبالتالي عندما يضع ضرر على أهم مقومات الأسرة، بل الراعي الأساسي لكل أسرة وهي المرأة، بسبب عدم وجود قانون، سوف يتضرر المجتمع بأكمله. وحول هذا الموضوع معنا في مركز الأخبار الدكتور عبد الله المقابي، استشار نفسي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مساء الخير يا دكتور، أرحب بك في الاستوديو. أهلا حياكم الله. بداية نتحدث عن أهمية قانون الأسرة، ما هي أهمية هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بداية البدء أهنئ شعب البحرين وأهنئ جلالة الملك ودعم الدائم على أن يكون أو أن يقر هذا القانون. أهمية هذا القانون ليست ببعيدة عن المجتمع البحريني، أهميته من دعوة الشعب البحريني أو بالأحرى المرأة البحرينية ومطالبتها المستمرة التي استمرت لأكثر من 15 سنة. نعم. بأن يكون لها أو أن يكون للأسرة قانون يحمي الأسرة من جميع الأمور التي انعكست سلبا من عدم وجوده في الأساس. يعني هذا القانون يعني قد يوفر الكثير من الأمور التي تحمي حقوق المرأة بالذات في المجتمع البحريني. إضافة لذلك هذا القانون يسهل عملية تسريع التقاضي والإجراءات القضائية، ويسهل على القاضي مهمة الوصول إلى حل وإلى نتيجة سريعة في إدارة الجلسات في المحاكم الشرعية. طيب دكتور، ما هي أهمية دور اللجنة الشرعية في إقرار تعديلات قانون الأسرة؟ اللجنة الشرعية انبثقت وجاءت بعد حرص صاحب الجلالة الملك حمد من حرصه الشديد على أن تكون أن يكون قانون الأسرة يعني صادر أو موثق من قبل علماء مشهودين بالعلم ومعروفين ولهم باع طويل في العلم. هذه اللجنة كانت لجنة شرعية
منها قضاء شرعيين لهم باع طويل في الشرع، لهم باع طويل في إدارة في المحاكم الشرعية، ومن علماء مجتهدين من خارج المحاكم الشرعية. ولا أحد يستطيع يعني إلا أن يعني يشكر هذه اللجنة على ما قدمت وما وجهت من التصديق والإقرار هذا القانون ومتابعته والتحقيق فيه ومراجعته إلى أن خرج كما سيتم الإعلان عنه. نعم طبعا أكيد احنا نبارك لهذا القانون الجديد الذي صدر في مملكة البحرين. الدكتور عبدالله المقابي شكرا لتواجدك معنا في الاستوديو. الله يحفظكم وينصركم، حياكم الله.